وأنا أعتذر كثيرا لأنه في بعض الأحيان أضطر إلى إيقاف بعض الدروس ولا أخبر الإخوان عن السبب. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا أعرف في حياتي أنني اعتذرت عن درس إلا وأعدت لي جوابا بين يدي الله، لأني أرى فرضا واجبا لازما، ولا أعرف من ربي أنني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أعانني وأعانكم الحمد لله هذه السنوات كلها. لكني اضطررت أن أقول لكم هذا لأنه مرت بعض الظروف في الخاصة اضطررت فيها إلى إيقاف بعض الدروس، فوجدت بعض الإخوة يتألم ويقول الدروس متقطعة ودروس، وهذا أمر الحقيقة ليس بيدي. والله إني لو أملك حتى ولو كنت أستطيع كل يوم أجتمع بكم ما كرهت ذلك، وأعرف بعض الدروس حتى أحتال لكم فيها. مرة من مرات في المدينة تعبت قبل الدرس في مكة وكان عندي دروس الجامعة، وهذه أقولها ليبين لكم فضل الله علي وعليكم. وقال الطبيب أبدا حالتك ما تسمح تسافر، عندي درس. قال لا ما تسافر، فأدخلني في العناية، كان يعني وضعك صعب وكذا، وما أظن يعني في القديم كانت العناية ما يدخل، يعني الكلام هذا قبل 10 سنوات في أوائل الدرس. فالمقصود أنه قال لي تدخل العناية، فأحسست أن هذه فيها نوع من المجاملة أن الشيخ يعني يخص بهذه العناية. المهم هذا قبل الظهر، فطبعا قلت للأخ اللي معنا قلته وقل للطبيب أني أنصرف بس أريد أرتاح. لما ذهب قلت للأخ في نسخة من زاد المستقنع في المكتبة التي بجوار مركز ضربات الشمس كانت في، فأريدك تحضرها لي. ومن فضل الله أنه التبس عليه الأمر ذهب يحضر النسخة، وبسم الله مع الباب. والله إني كنت في حالة لا أعلمها إلا الله، وجئت الدرس وألقيت الدرس فما يعني من فضل، وفي أشياء كثيرة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ما نقول هذا يعني ضعفان ولا أن الوضع، لا أبدا، ما قصر ربنا معنا في شيء كما تقول العامة. لا الحمد لله الوقت ولا الصحة، لكن بعض الأحيان تأتي ظروف، وتألمت أن بعض الإخوة يقولون أن الشيخ ما يعطينا وجه ما يقف معنا، وهم لا يعلمون ولا أستطيع أني أشتكي.